ما دام السور الذي أنشئ على الحدود العراقية السورية قد اكتمل، يعني من أين الآن يتسلل داعش؟ هل ما زالت صحراء الأنبار تشكل ملاذا آمنا لتنظيم داعش؟ وهل تنظيم داعش يعني أدرى بشعاب الأنبار أكثر من القوات الأمنية العراقية؟ يعني احنا لو ناخذ تحليل بسيط الى تنظيم داعش الارهابي، ما يوجد في المنطقة الغربية هم ارهابيين محليين يقومون بعملية استغلال اما على شكل رعاة اغنام او على شكل مجاميع او مفارز، يحاول بين الحين والاخر الظهور والاعتداء اما على المواطنين او على بعض القوات الامنية. ولكن هل هؤلاء هم الحقيقة استطاعوا ان يقدموا من الخارج؟ ابدا. حدودنا الدولية الان أعتقد أكثر من 95% هي محكمة المسك من خلال ما قمنا به من جولة يوم الخميس، ولاحظنا السور والجدار الكونكريتي، لاحظنا الأسلاك الشائكة، لاحظنا الكاميرات الحرارية، لاحظنا غلق جميع الثغرات. نعم هناك بعض الثغرات عندما يحاول التنظيم الإرهابي أن يعبر أو أن يتسلل من خلالها تكون هناك القوات الأمنية في موضع الاستعداد والرد عليه وإما قتله أو إلقاء القبض عليه. لكن ما متبقي من هؤلاء الإرهابيين الذين يحاولون بين الحين والآخر التأثير في بعض العمليات، الآن هذه العملية عملية الإرادة الصلبة وفق المعلومات الاستخبارية وفق ما لدينا من إمكانيات وقدرات وما نعلم أين يتواجدون، وفي بعض الأحيان يحاولون أن يتموضعوا في أماكن يعتقدون بأنه صعبة جغرافيا، صعبة الوصول إليها إما في الأودية أو في بعض الصحراء القصية اللي لا يمكن لأي أحد أن يصلها. لكن اليوم احنا كسرنا القاعدة وقامت القوات الخاصة العراقية بعمليات إنزال جوي في أقصى العراق، أقصى صحراء العراق، واستطاعت من خلالها أن تصل إلى أهدافها التي كان يعتقد البعض بأنها قاسية على الآخرين.